تيمو احكي لي اخويا احكي لي احكي لي واش قلت لي انت؟ قلت لي عندك واقيلا واحد جمعيه هنا. جمعيه بسمه الامل ان شاء الله. بسمه الامل بسمه الامل ما شاء الله عليك. وجينا باش نعاونوا خويا نعيم ما شاء الله. ماشي تنعاونوا نعاونوا هاد العائله هذه نعاونوا هاد العائله. واش ديروا كاع انتم في بسمه الامل؟ بون عندنا بزاف نشاطات نخرجوا كما يقول لك نخرجوا سبيطارات هكذا. الله يبارك نديروا الخير. كاين بزاف ناس كما السمانه الجايه ان شاء الله نهار 3 عندنا ايفالمون تاع تعليتامة تاع العرب. عندنا تونس عندنا المروك عندنا وين في سيدي موسى. في سيدي موسى ان شاء الله مع نعاون احنا والجمعيه بسمه الخير بسمه الامل بسمه الامل بسمه الخير راح نديروا ايفالمو هذه السمانه هذه ان شاء الله نهار 3 نجي معكم. طيب مرحبا بك صافي جرون بليزير هنا في سيدي موسى. نجي راك في سيدي موسى ما تعرف شويه انا خصني واحد كيما انت اللي يعرف ناس سيدي موسى ويوقف معنا هنا يوميا ان شاء الله. نقولك علاش دوك نقولك علاش لانه على بالي بلي ناس سيدي موسى ناس كرامه بزاف. كل واحد منين راح يقول لك نجيب لك الماكله ونجيب لك كذا الفطور والعشاء مانيش حايب يكون فيها التبذير. انا وين واحد يقول لي نجيب لك فطور نروح نقول له شوف كريمو معناتها كريمو انت تنظمها باذن الله ان شاء الله. وين ما كانش فطور دبر راسك منين نجيبه ان شاء الله. وين ما كانش عشاء دبر راسك وين نجيبه مي كيكون تنظيم مليح باش ما نوقعوش في زوج ثلاثه فطورات ومن بعد نرمي واحد. بيان سور انت تنظم. قال يجيك واحد قال خويا السبت والله غير عندي فطور تحب تجيب بالحد ان شاء الله. داكور هكذا يكون التنظيم وهكذا يكون العمل مع المتضامنين كل واحد واختصاصه كل باخذ مهمه لكي تسير الامور بكل نظام. يا خويا اليوم الصباح عيطت له على 7 تاع الصباح جيت ليه سيدي موسى خونا كان محتاج معاونه هذه ماشي لازم نكونوا معرفه ما من بعد هذا الانسان تاع سيدي موسى نقولوا عندك خوتك كنا نديروا اليد في اليد ان شاء الله باش نعاون خونا ابو الرباح ونفرحوه ان شاء الله ونسيوه في اللي فات ومازال كاين الخير في بلادنا ان شاء الله. الله عليكم صاحبي. هاي دويره هادي دويره خويا مازال لهم جايين الاخرين عزيز جبنا ليكيب دوزيام باش نقليوها ان شاء الله. اسم الله كان كاع اليوم ان شاء الله عليك تبارك شابو القهوه في الدار. يشرب القهوه في الدار صاحبي. صاحبي انت مولف بالاتقان والسرعه في العمل داكور دير هدا اليوم دير لاكان والخيط دير لاكان والخيط ولي بوت وطابلو اليوم جوز قعدو ما نملكش والله ما نملك جاكي شان جاكي شان تشيكلوريس. خليني نعكي خليني نعبر خليني وبعد شي يقولوا نريح ونرتاح خليني نريح ونرتاح. هيا صاحبي هيا صاحبي حقا تريح وترتاح مع رياض وفريق تازون بيت من سيدي عيش الذي عود الفريق بعمل متقن لم نجد مثله من قبل وهذا سر نجاح العمل في كل الورشات بفضل إتقان فريق تازون بيت وإتقان باقي الفريق.